عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في طريقنا ذاهبين نشتري الجواكت والبطانيات والمواد الغذائية، وخلوكم معنا وشاهدوا واحنا بنشتري ونوثق علشان تعرفوا الفلوس وين راحت، فلوس المتبرعين وين راحت. شاهدوا. هولا كلنا بين الجواكت، هولا جواكت، هولا جواكت، وهولا سنبل، هولا خلينا يخرجنا سنبل نشوف كيف الجواكت. هولا احلى الجواكت، هولا جواكت طبعا، هؤلاء هذا ولادي، شرينا 500 ولادي و500 وساطي و800 كباري. وين هؤلاء الجواكت؟ وباقي معانا ان شاء الله 8 دفعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عند التاجر العالمي، احلى تاجر، جينا لعنده نشتري 1000 قطعة بطانية علشان الحملة حقنا حق الشتاء. على بركة الله. يلا من هنا. خمسة. أصور معك في هذا. خمسة. كل الأساسيات والمتطلبات هذه يحتاجها المواطن في البيت. وخصم كم خصم يعني أنت على الهوم بايشر ذا؟ قلت لك 30%. خصم 30%. وزيد الدي لكل أسرة طعمية، فواكه طعمية. يعني 300 كيس. إن شاء الله. 300 من هلا و300 من هلا. تعال وهذا زيت 300 زيت. يلا يلا. يلا يلا المواد الغذائية، وسائرين الآن إن شاء الله نوزعهن للمحتاجين والفقراء والمساكين، وإن شاء الله إني توصل إلى المكان المناسب. وشكرا شكرا على ثقتكم فيني، ويشهد الله من فوق سبع سماوات ما دخلت جيبي 100 ريال، 100 ريال من كل الصدقات والتبرعات التي وصلت لأيدي. والله والله شاهد بيني أنا وأنتم يوم القيامة، بيننا يوم القيامة لو شلت حتى خمسة، حتى يعني حق المواصلات، حتى حق البترول، حق من جوبنا. الذي تبرع بألف، الألف هذه وصلت لا يد المسكين، وصلت إلى بطن جاوع. الألف حقك وصلت سلم، ألف سلم، ما نقصتش حتى 5 ريال. شكرا على تعاونكم. وهؤلاء الفقراء يعني ما بش معاهم إلا الله ثم أنتم. وشكرا لفاعلين الخير وأسماء كل من تبرع حتى 5 ريال، الذي ادى حتى 100 ريال اسمه مكتوب، اسمه ورقمه وكل شيء مسجلات عندنا. هولا في عيوننا هنا، والله ما ننساهم، واحنا رهن اشارتهم. اذا اشتوا اي خدمه احنا رهن الاشاره، لانهم رجال وقفوا مع الفقير وقت الضيق، واحنا حنوقف معاهم اذا احتاجونا في اي وقت ولا اي فزعه. هنا فوق عيوننا ورؤوسنا. اما بعض الناس الذي تواصلوا معنا وقالوا احنا نتبرع بس اذكرونا ان احنا تبرعنا، عليكم لعنه الله ولا واحد عيذكركم. هذا كله يعني في الخفاء، الذي تبرعوا في الخفاء. والله كانوا يتواصلوا معنا ناس ويتبرعوا بآلاف الدولارات، 5000 دولار، 6000 دولار. أقول له من معي؟ يقول مشوا على أمك، ما دخلك، شير استلم الفلوس وتصدق الوجه له. وبين الناس كانوا يتصلوا، اذكر اسمي، اشتي إعلان، اشتي إعلان، اشتي يتفاخر بنفسه، عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتحياتي وأشواقي. وإحنا الآن في طريقنا نوزع الجواكت والبطانيات، وتحياتي لكل من تبرع حتى ب5 ريال، وحتى الذي تبرع بالقليل، القليل خير من الحرمان. الذي تبرع بحاجة قليل فينا. وهذه الحواري الذي ما بيوصل لهاش الماء، يعني ما بيوصل لهاش المشروع، وفي نازحين كثير، فمن الفلوس نفسها حبينا الوايتات الذي فيها الحي. هذه طاوة حق سيارة. ها؟ هؤلاء القواعد. ها؟ ها؟ هؤلاء القواعد، هؤلاء القواعد. وهؤلاء يعني ثنتين، طوفة عدي ثنتين ثنتين.
احتياجاً وسيتم توزيعها إن شاء الله بإذن الله للأسر التي هي الأشد احتياجاً وتم تسجيلها. شكر الله سعيكم وكتب الله أجر فاعل الخير جميعاً وجعل الله هذا العمل الخير في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا من زيت ورز وسكر وطحين وصلصة. وصلصة هذا سلطة غذائية. طبعا كم عدد يا حمود السلطة الغذائية؟ 100. تعال 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 البطانية. اشترينا بطانية اشترينا بطانية هذا بطانية هذه فاصوليا. الله فاصوليا عاد احنا عنوزعهم فاصوليا وفوق. طبعا في ناس امراض ما يشتوا سلطة غذائية ولا يشتوا بطانية يشتوا حق العلاج. فدعمناهم بمبالغ بسيطة مبالغ يعني بيقول لك مش فرشة أخي مش أشتيع شاموت أنا أشتيع علاج ها في الدين يا رب يعني القليل يعني. طبعا باقي معانا الجواكت باقي معانا هنا جواكت وبنايل أنا جواكت وبنايل وباقي هنا الجواكت عاد إحنا عن يعني عن وزع وعن ذي مصطفى وانقدحنا بقي شوية ونخرج من الكرة.